السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في قناة اخترنا لك. النهاردة هنعمل مع بعض كيكة المندرين. طبعا أنا جايبة مجموعة كمية كبيرة هي من المندرين، قلت أعمل بيها إيه؟ هعمل بيها كيكة إن شاء الله. أول حاجة غسلت المندرين ونشفته كويس، وبعدين فتحته كده زي ما بفتح الليمون. ليه؟ علشان أعرف أشيل منه البذر. شايفين أنا كده عملته بقى ما فيهوش بذر. هكمل بقية المندرين، يعني حوالي 5 6 وحدات كده، وبعد كده هقطعهم 4 ارباع، كل واحدة هقطعها 4 الطريقة دي، وبعدين هحطهم في الخلاط وهرجع لكم تاني. دلوقتي انا قطعت المندرين وحطيتهم، عشان الصوت هقفل معاكم وارجع تاني. دلوقتي جبت نص كوباية لبن، المفروض بنحط كوباية لبن بس عشان المندرين عامل جوز عصير، يعني هو عامل حوالي نص كوباية، نحط نص كوباية لبن بس. بسم الله الرحمن الرحيم. واحط معاهم شوية الفانيليا و3 بيضات، هكسر 3 بيضات كده. حطيت في الخلاط 3 بيضات ونص كوباية لبن وحوالي 4 حبات مندرين متقطعين ومتشال منهم البذر، وهخلطهم تاني في الخلاط. رد روح رد ده على الشم. مفتوح؟ لا بعد كده هضيف كوباية السكر وهخلط كويس بالخلاط. دلوقتي انا حطيت السكر والمندرين واللبن، نص كوباية اللبن، وهحط دلوقتي نص كوباية زيت وهخلطهم كويس. دلوقتي هنزل الحاجات اللي احنا عملناها في الخلاط في الطبق. بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله عامله كميه كبيره. هضيف بقى عليها الدقيق بالتدريج. طبعا الدقيق هننخله. طبعا الدقيق دوت هانتي بعينك كده، عينك هي الميزان، هتشوفي. انا هحط الاول كوباية، وهحط المفروض 3 كوبايات، فادي اول كوباية اهي. بعدين هجيب ادي اول كوباية دقيق، وبعدين هنحط كيس البيكنج باودر كله. بعدين تاني كوباية دقيق حطها وانخلها برضو. عايزة بقى تضيفي جوز هند، ممكن تضيفي، المفروض اضيف عصير ليمون ليمونة يعني، بس ما عنديش، فانا هكتفي كده بالموضوع. دلوقتي احمد جاري لقيت عندهم ليمون، فجاب لي ما شاء الله كده ليمون ده، وجاب كمان واحدة، فيوسف بيغسلها وهيجي هنبشرها على هنبشر القشر ونضيف العصير بتاعها.
طيب انا ببشر القشر اللي هون. اللي ساعدني في الفيديو دوت احمد الجزار، اشتركوا في قناته، ويوسف الخطير اشتركوا في قناته. هذا الخطير هما الاثنين بيقعدوا يعملوا قنواتهم. انتظرونا ان شاء الله في فيديو تحدي عندهم ان شاء الله. دلوقتي بضيف عصير الليمون، وحطيت البشر بتاع الليمون. كده تمام، ما شاء الله كده تمام. هبدا احطهم في القوالب. انا بطنت القوالب بالزيت وعملتهم كده بالفرشه، بس انا بصراحه مش عارفه الكميه هتاخد كام قالب. انا معايا دلوقتي 3، هعمل في الكبير والوسط، ولو في تاني يعني اكمل. ودي ده بقى يا يوسف هناك. هعمل في اول واحد الكبير بعد ما بطنته بالزيت، ممكن كمان ابطنه بشويه دقيق فوق الزيت عشان ما تلزقش فيه العجينه. طبعا الفرن اول ما بدات وقلت هعمل كده مشغله الفرن. بسم الله الرحمن الرحيم. هحط حوالي 1/3 القالب و1/3 فاضي. شوف القالب الثاني. يعني هما تقريبا اخدوا القالبين وبس. اعملي بقى البيض ده اهو بالسباتيولا، علشان هي ديت جميله جدا ان انت تنزلي بيها بقيه العجين. كده خلصنا كده العجينه بتاعه المندرين، هنحطها في الفرن. على دلوقتي الفرن عالي ومنور مولعاه، يعني من اول ما بدأت هحطها فيه لمدة حوالي 3/4 ساعة، بس ههدي بقى النار، هخلي النار متوسطة وهحطها في الرف اللي في النص. انتظروني هطلعها ان شاء الله لما تخلص وهوريها. دي كيكة المندرين بعد لما طلعتها من الفرن اهيت. دلوقتي زي ما احنا شايفين اهي، المفروض استنى لما تبرد وبعد كده اقطعها علشان ما تتفرفش، ما يعني ما تفرفتش. هي ما شاء الله طلعت كيكه ناجحه، وما شاء الله هي ديت بقى كيكة المندرين. اتمنى تجربوها، وهتبقى كيكة طبعا موزية وجديدة في الطعم وهتعجبكم. انا عندي فراولة، مربة فراولة ممكن احطها عليها حسب الذوق، يعني حسب ما انت عايزة. فانا مش هحطها عليها كلها، انما مثلا هقطعها. بصوا بقى التقطيع هيبقى كده وكده، بس لما تبرد. هي مش نافعة تتقطع غير لما ايه عايزة تبرد. وهنحطها في الطبق تقديم، وهنحط عليها الفراولة وهوريكم. عايزه بفراوله ولا من غير ياكل؟
يا عيال مش كيف انا هاخدها بقى ايه.